بقايا التجهيزات التي لا تزال موجودة في المصانع تضفي على المكان سحرا خاصا يتناسب مع موضوع الفن. وينتظر أن يلعب الفن دورا أيضا في مصنع البيرة السابق الكائن في حي نويكولن في برلين. لقد تأسس مصنع كيندل عام 1872 وظل يعمل حتى عام 2005، والآن يجري إدخال تعديلات عليه تناسب الاستخدامات الجديدة، إلا أنه سيتم الحفاظ على عمارة المباني. السويسري أندرياس فيدلر يرأس المشروع الذي ينتظر أن يوفر أماكن عمل لفنانين وحيزا لإقامة الفعاليات، وذلك على مساحة نحو 5500 متر مربع. أخطط دائما لثلاثة معارض متزامنة، وأعتزم إقامة معرض في قاعة الغلايات التي يصل ارتفاع سقفها إلى 20 مترا، وذلك بالتزامن مع معرضين آخرين، أحدهما حول عمل إبداعي واحد والآخر حول عمل موضوعي. ينتظر الإبقاء على معمل النكهات السابق الذي كان يضم أكبر آنية إعداد النكهات في أوروبا، وتحتل الهندسة المعمارية مركز الصدارة. فأندرياس فيدلر لديه فكرة واضحة عما سيكون عليه العرض مستقبلا. في معمل تحضير النكهات لا أريد أن يكون الفن هو المحور، فالمكان سيكون مقهى، لكني أتخيل إمكانية عرض عمل فيديو داخل الإناء، فينظر الناس إلى داخله ليستطيعوا مشاهدة الفيلم. هناك مثال آخر وهو محرقة الجثث في شمال برلين. لقد ظلت مؤسسة للدفن لمدة 90 عاما، وأوقف العمل فيها عام 2002. في الكنيسة السابقة افتتح معرض لوحات في هذا العام. لقد عرف النمساوي باتريك إيبنسبرغر بالمشروع عبر إحدى الصحف تحت عنوان عقارات متميزة، وبعد المعاينة أصبح على يقين من إعداد هذا المكان للفن ومساحته 1000 متر مربع. حاليا يقام عرض لفنان أفلام الفيديو الألماني النرويجي بيورن ميلهورن. هذا الفضاء قابل لأي عمل نريد عرضه، سواء كان ذلك على شكل تركيبة فنية أو مشاهد مصورة أو حتى تمثال، بل حتى الألواح الزيتية قابلة للعرض في القاعات الصغيرة والكبيرة. هنا في حي ليشتنبرغ ببرلين كانت تتم صيانة عربات إيريش هونيكا رئيس ألمانيا الشرقية سابقا، وقد تحول ذاك الموقع إلى مجمع للمكاتب ومركز ثقافي يضم ما لا يقل عن 10 ورشات للرسم، وهناك ورشات أخرى قيد الإنشاء، وهكذا تظل آثار ألمانيا الشرقية حاضرة في كل مكان، كهذا البار الذي تم الحفاظ على طابعه الأصلي. وفي هذا المقصف السابق تعرض حاليا مجموعة هاوبروك ضمن معرض بعنوان النسر الأصلع. وبالجوار يوجد المطبخ الكبير المعد للمشرفين على خدمة السيارات، وهناك استقر ميشائيل مولر بمطبعته ولديه زبائن مشهورون عالميا، علما بأنه أول من انتقل إلى هذا المكان. إنه مقر عمل رائع، كما تعجبني كثيرا فكرة العمل في مطبخ، فما أصنعه هنا شبيه في الحقيقة بالطبخ، الطبخ بشغف لحد إتمام تصميم الوجبة وإعدادها، وتكون الوجبة في هذه الحالة عبارة عن عمل فني. نعود إلى مصنع كيندل، فمن المنتظر أن يفتتح رواق الفن هذا في عام 2014. أتمنى أن يصبح هذا المكان هنا في حي نويكولن مفعما بالحيوية والنشاط إلى جانب المقهى وتنظيم الأنشطة، في حين تظل طبعا العروض والفعاليات الدولية مركز ثقل هذا المكان. مصنع كيندل نموذج حي عن العديد من الفعاليات المشابهة في برلين، حيث انتقلت الثقافة إلى مصانع مهجورة لتعيد إليها الحياة.